شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بأساندنا السابقة إلى العلامة محمد بن قاسم الغزي رحمه الله في كتابه فتح القريب المجيب، ووصل بنا المقام إلى أن قال في فرائض الوضوء: والثالث الجماع عامدا، إلى آخر ما قال رحمه الله. سيمشتق لا أشتاني كفرز لا رجوع جماعة بلان بأنقص كالين واجبة، يعني الإمساك عن الأكل والشرب والإمساك عن الجماع. ما بستي أويا ك دبي قلت لا أم خالبت الجماع عامدا، يعني بأنقص جماع كذن رجو بتالكاتوا ين أبي، يعني يعني ممسك بيت، يعني أمشتيا أنجام ندي أنجا رجود أنجام داوا الجماع عامدا. وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا، شون كسيك خواردنك أخوات لبيري نية بالرجوة أواجه أقر كسيك جماعي كد لبيري نبو بالرجوة نك لبيري نبي جماعك ك لبير نبو نك بالرجوة كي. وأما الجماع ناسيا، يعني ناسيا للصوم نيزاني بالرجوة. طبعا هل لقل أمشا يعني جماع بعمد لسري بنوسن لسري الجماع ناسيا بنوسن مختارا عالما بالتحريم، يعني أجر كسيك بزور جماعيا بيكل لقل خزاني خويا نك زنا بزور جماعيا بيكل لقل خزاني خويا كافر يقبل لك كافر كان عقوبي كسي شي مسلماني دا زوري لا كسم مسلمانك كد أبي ببرشاي وجماع لقل خزانه کی خویب کا یان بون مہر چون یک بیت جماع کا باب شاوش نبه بزور او کاتا، یعنی روجوکی ناشک یان کس اگر نیزانی حکمی روجو جماع سی بو روجوان، یعنی جاهل بو کابو مختارا عالما بالتحریم، و الا فلا يفطر. اگر وانه به كسك جاهل بي، يعني كسك مكره بي بزور بي بكري او رجوكينا شكيت. وان تكرر الجماع، وان تكرر كان جاري كيش جماع كات بتجهل يعني بزور يعني بلا بيرشون رجوكي ناشكت. والرابع تشارمشت تعمد القيء، يعني بانقص كسك خوي برشيتوا أو الرجوكي دشكي بلام أقرب أن قصب ولا سر أمش بنسى مختارا كسيك بون منا بزور ليدن ينشتج بيدن ينشتج بوني شبيدن بوي برشي تويا بزور بإرشن نوا أو الرجوكي ناشكي كسيك جاهل بي حكمكي نزاني خوي بأن قص خوي برشي نتوا أو الرجوكي ناشكي. والرابع تعمد القيء، فلو غلبه القيء لم يبطل صومه. أجر كسيك رشان وزوري بوبينه غلبه القيء، يعني رشان وزوري بوبينه ذراعه لحديدات وذراعه القيء رشان وزوري بوبينه رجوكي ناشك. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء أويك، يعني أشياء عشرة أشياء نبرأ أشياء ممنوع من الصرفة لو نسخي كلا بدست هنا
عشرة صح عشرة يعني لبروا شيء مذكرة أحسنت بس لما نشيك دو عشرة أشياء إن كاودو غلطي تاع عشرة أشياء لا عندي نسخة لو أني كبردستي أميل الجورة كان سواء أشياء إن غلطة شو كأصلي أشياء لسر وزني أفعال نية لسر وزني لفعاء الشيء يعني أو وزني شيء هي لفعاء يعني قلبي مكاني تاع حاصل بو وزنك قراوة للصورة ده باشا والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء أحدها وثانيها أو دوشتيك يكم دوم كإنسان رجي أشكيد بوانا ما وصل إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح هاتش يكا لا يوع عمدن هي لدواي وصل لهر نسخية عمدني بنس عمدن شنك لا عندي نسخية أو كلمة ساقطة عادة أجر كلمة كيش ساقط بوشونا السهم يقل لنا وراستي هردو شكا كيلا بين هردو شكا بزاوي نود بو حاشية لحاشية كان كلمة بنس إثر أهلي حديث خوانا زان أو يعني سقط أما لسر كلمة وكل سهم يقدر كي يعني راس كدنوي أوشا يعني معنى كدني وشا بيوت التصحيح بلام لنيوان هردو شكا السهم راكش أبو دلو ويعني شي سقط يعني كلميك يعني جمليك سقطة أحدها وثانيها ما وصل جاهد شيك لم دنيايا لمذهب دا علين شي هر شيك لم دنيا بي يعني أجر بخريت خواردن بي يعني نخري بونا برديك قود بي برديك لدمت وبتشيت خواروا ما وصل ما عام بويل الشرح كان دا دلين شي من أعيان الدنيا ويل عندك لعلماء مذهب شافعي مذهب شافعي ألين بون منا وكوشون مريم لكاتك كهاوي نجنبو كاتي ترينبو كاتي ميونبو أشون سيدا كان ميوي لايا أو يعني خوراكي لبهاش تهات لما ذهب دبلاي عندك لعلماء مذهب ولا مذهب شافعي ألين أجر كسيك شتي شي خوارد لم دنيا لبابي كرامات مثل ملائكيك وي هنا روجوي بينا اشكيت والله مو صحنيه او صحه هاد شي شته خوراكي بهشت ببيني بو دنيا حكم دنياي هي ما دام تو بدم بده خوي وچت خواروا يعني هاد اشكيت كابو او يكل هند الشرح كان قال من اعيان الدنيا حتى هي اخرتي شبيت هر شي قلم دنيايا تو بغرو يا لا خرجت يا لا دمت وخوادت يعني لو شناني كشونيش شونا جورويشتا همان حكمي هيا ما وصل عمدا إلى الجوف إلى الجوف جوف لهندك شرح كان ألين بطن شنك بدوي أول لما تنكشي هنا الرأس جاء أجر جوف بوشاينا ولشي إنسان به دوي عطفي بسرنا أكد أبو بطن بوي بلام وادي يا مؤلف ليرة ما بستي يا الشارح ما بس زيادة للبطن هاد شيء يكبون من لهاد شو نيكوا شد بشيت اللشي إنسانة وا كن يكبي وبشيت اللشة وا جاء كلاو بيت هرب أصل المنفتح لسيب نساء أصالة لسر منفتحية كم بنساء أصالة انفتاحا ظاهرا محسوسا لسد منفتحية كم بنسى أصالة انفتاحا ظاهرا محسوسا استماشا دمي هل يشكل إيما هربا أصل خي كلاوة ووب وشعي وشدبات قرو أما بأصالة شيا هربا أصل شيا كلاوية كلاوية شدبات قروي إنسان وتناو معيدة اشتكان داخلك أجل ظاهرا يساهمك سيك تماشي مقابلك كأزاني فتحيك يا بوشعيك يا وشتاك تجوروا أنجا محسوسا هست بيكراوا عندك شد هي لو أنا عندك كن للشي إنسان أبي باتشاو نابين ري وكو عندي مسامات وشد للشي إنسان هي
شتبه جود بات جود و یعنی شتخات دروات و نیبینی برحب منفتحی یکم اویه و من با اصل کراو بی برچاو بی و هست بی کراو بی او غیر المنفتحی جا باواج نبی بانمونا یعنی اگر کسیک چخویشن لسکی دا یا شتیشن کتسکی بانمونا حد داریک چخویک لمذب دا چو نوسکی و روشکیش کت یعنی اگر شتیشن لسری دا بمرجه يعني او بيستي او 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 غشاء او برديكا بي او تري مأمومة خوي باسيكات يعني برو دماغ روش لو دماغ انسان شو روجوكي اشكت يعني هاشتك بسيطة ناو انسانا ناو جوفو بوشاي انسانا لما ذهب دا روجوي بي اشكت ما وصل الى الجوف يعني داخل داخل جا داخل بهاتشيك به لا سلا وبي يعني لا دم وبي لا خوار وبي لا كوم وبي لا ذكري وبي لا سكو وبي لا رسل وبي يعني لا دماغي وبي لا شونيك شو جورا لما ذهب دا رجوي في اشكال ما وصل الى الجوف المنفتح او غير المنفتح كالوصول من مأمومة الى الرأس مأمومة ولا سدي بنسا وهو جرح برينيكا يبلغ جلد الدماغ يعني هاتوا يبلغ جلد الدماغ يعني او بيستيك لسد بين هيا لسد دماغ انسان هيا يعني او قولايكي او ندقل بشنكا او لبابي جروح قصاص اي خنين همو برينيك همو زاميك مأمومنية شندين نوع من هيا يجيك إخوانين هذيك كيشيان بزانين يعني ديكي تشنا خوان بايكي تشنا شو خوان بايكاني لكاتي جروح القصاص فرقا كان مأمومة أو جلدية لسر دماغة لسر دماغ إنسانة شنك أجر برينك توزيك هل لسر وبي الظاهر بي كسيك بون مشتيك شو شيك يعني مشتيك تيش برسريك هندك خوان دي رجو بوناشكي باشا يعني اگر قلبو جيشتا او بيستي لسد دماغا او كاتشوة الجوف بالجوف حسابا لما ذهب دم كالوصول من مأمومة الى الرأس لان البرينيا كبقات السري انسان والمراد امساك الصائم عن وصول عين الى ما يسمى جوفا يعني اشتك حرش اشتك عين جا خواردنا خواردنا ويا أسنا دارة شكليكا حرشتك تشتنو لشي إنسانا بقات الجوف أوشي كبي بقوت ليه جوف ما يسمى جوفا مزني معيدة بس قالوا إنسان معيدة إنسان إلى ما يسمى جوفا أما حدشيك شو جورة يعني نتوان را دفاع لخوبك بونمونا مشي قد تجبروا هندك توزو غبار وخول وشد تجبروا ين اويك بونمونا نازني اتش تجبروا يعني او انا عفو لبرشي لبرو عمدي لقلا نيه وهندك توزي ريقيا ين هندك وردي نجار كسي جوايا نجارة دارتاشا ين هار صناعتي كتري هيا يعني توز غبارك يجي تجوده هيج عمدي كتانية أو أنا عفو كابو والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا أما يكم دوم سيام الحقنة في أحد السبيلين كابو يكم كامية الجوف دوم الرأس بودوانا بيكم دوام حسابه والثالث طبعا كالله ما يسمى جوفا تناند اجر يعني قوتي خواردن وخواردن وشي نبي ها وكوي كلا جرو وشيت للدماغ وبشيت للجوزكو بشيت لسكو بشيت تناند لما ذهب دا اجر كسيك شقيب كي بسكيا دارك كي بسكيا كن ببي يعني شتا جوراوا
بيست كان ببرد شت الجودة واد يعني رجوكي أشكال بلام أويك إعمل السري أشين لا السر أمناشين شون كا أمانة رجوي في ناشكيت أويك رجوي في أشكيت لو مخرجانه وكمعتادة يعني أشي اشتكى بو ناو معيدي إنسانة شيء أما لسكوا كن بكري سركسي كن بكري هيك لوانا رجو ناشكينه والراجح أن الذي يفطر به الصائم ما دخل من طريق المنفذ المعتاد أو كوا رجية كبو خوارد نو خوارد نوا أو كرجية خوارد نو خوارد نوا يا تنها لو رجوا رجوش كت تناند أجربون منا أو كي بلوت تبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الصائما بوش كأود كذ بلوتة دعي دع بزيب شو بو جرودة عبزه نقل برويا ولا شيء بو بخارك يا شيء بو سر يعني لبرهش تيجي ترنا أن الذي يفطر به الصائم ما دخل من طريق المنفذ المعتاد وما كان كالأكل والشرب وما في معناهما هاد شيء اشتاقوك وخاردن وخاردن وبيو أو ما نايت يا بيوك أو درزين كدرزين مغذين بنمنا يعني لدم شونين لا وريده ويا يعني دماره ولا هالشونك هو وكو خاردنو خاردنو وايا او جروجو اشكينه اما هادشي اشتهو خاردنو خاردنو نبي يعني لشوني تايبتي خاردنو خاردنو نتش دجوره وا روجوي بيناشكه بلا موش بزانن لمذهب ده بوشوازنيه لا هالشونك هو شد داخلي جسم انسان به يعني او روجوي بيشكه والثالث الحقنة في أحد السبيلين لفاشو بيشي إنسانوا شتك داخل ببي كبيوتري أقنا يا حقنا أو لزماني عربية حقنا بيوتري أما وهي دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر المعبر عنهما في المتن بالسبيلين يعني لفاشو بيشي إنسانوا هرشي شتك داخل ببي عند جربون منا فحوصات كريب خبل خلق برسالي كزورك أفرتان لو لبدانا يعني بون منا تحاميل دانا يعني تشندين شد حياة شاف بنجبت بآلات بيت بلو لب بيت درمان بيت حبوب بيت لزكرو بيت لفرجو بيت لما ذهب دا حد شيء تتجور وروجي بيشكت هاتشك أو ندب شتى جورة ونك لا يعني لمن فذا كان داب والسنة شتى جورة وبازور يجنا شتى جورة وبلام رجوي به أشكد ما دام داخل بو بيت بلام أمش جالي كتير دليلي لقرآن وللسنة صريح لسرنية ممكن استدلال وكذا بعند الجد بطريقة قياس أو أنا لما ذهب دبايا بلام قولي كشيخ الإسلام ابن تيمية نقلكم رحمه الله أفرمي يعني ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يفطر بذلك يعني بحقنة رجو ناشكت لأن الحقنة لا يسمى يعني لا تسمى أكلا ولا شربا حقنة بخواردن وخواردن وحساب ناكريت لا لغة ولا عرفا نل زماني عربية واحد وكسيك والله إنسان أجد داخل اشتك داخل يبولا باشو بيشيوا يعني لزماني عربية وخواردنو خواردنو يان لعرفيش خلقيش دا بويا وأما للغة دا اشتوانية لعرفيش دا اشتوانية وخواردنو خواردنو حسابنا به بخوة اللي شرعيش بلغيك نهاتوا هيج بلغيك لقرآن والسنة نهاتوا حقنا با بخواردنو خواردنو حساب كرابه وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف يعني اشتك ونهات ولا دليلك واهات بيتك يعني روجوش كاندن بو بيتك إنسان أجر اشتك داخلي جستيبه يعني أمش مساعدي الدكتور كان أكاد استا بني تأيورات شندين جور ناظور شندين جور فحوصات
إيكو يعني قسترة يعني بالون تندين فحوصات كري للرقي أجهزة زور متطورة له زور رقوة فحوصات إنساني في أكري أقرب مشتبت لسر قولي مذهبي همي رجو في أشكت بلان نخر مجمعي فقهي إسلامي لمكة دانشتون تندين عالمي قبل دانشتون لسر الموضوع چندین فتاوین هنا ولا سد اوشتان ک جگل لخواردنو خواردنو یان هر شتی کی ترکه لمنفذ معتاد اول لدمی انسان و شت چه جوره و شتی چه جوره او جيب منه تنانت قصه شن لگر او اگر نازور یک کی جوره او بس بفاس ای روجوش کنه یان به هر حال اکری هندی کن جگی مناقشه بن بلان حقوق قوله کی شیخ الاسلام ابن تیمیه حد شيك بخوارد نخوارد نو حساب كده يعني معنى خوارد نخوارد نو حساب بو أو كاتا رجو أشكين أجناء واني تر رجونا أشكين والله تعالى أعلم. والرابع جارم شتك القيء عمدا خورشان نوا با أنقصت بلام تبوتمان با اختيار نكس زورد ليبكا وعلم شد هبه نكس جهلي هبه نزاني فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق يعني كسيك بأن قصنا به رجوكي ناشكت. والخامس الوطء عمدا في الفرج جمع كردن يعني إدخال كردن عمدا بأن قصد في الفرج تفرج هذا شيء بيت ولو دبورا باش بيت يعني بيش بيت في الفرج فرج بس نية تنها قبول نية دبوري شمان حكمي هي الوطء عمدا بأن قصد في الفرج ولو دبورا بما نجدان بزيت وإن لم ينزل يعني مطلق إدخال بلان بمرجع حشفاء يعني مغيب بيت نقم ببيت أو يعني كباس لباسي هنا بس من كل بس موجبات غسلة وثمان موجبات غسل أو هيك التقاء الختانين التقاء الختانين شو ثمان أبي هردو ختنا كراوكا بريك كون بومانايكا رأسي ذكر ون ببيت نقم ببيت لفرجنا الوطء عمدا في الفرج ليه رجل وايا همانشتا الوطء عمدا بيناوتري وطء إلا أبي حشفنا منه بدلوا الوطء عمدا في الفرج ولو دبرا وإن لم ينزل فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق. أما كسي نيزاني بالرجو جماعي كيد رجو كي ناشكت. والسادس الإنزال الإنزال يعني دابزاندني مني وهو خروج المني عن مباشرة بلا جماع محرما كإخراجه بيده لسر مني بنسى لا المذي لا المذي يا المذي بس كون كشو بكسر شد نستا المذي المذي بشدي أك كابو لمذهب دا ولا هرشار مذهب كذا أوانيك معروفا دابزيني مني مفترة يعني روجو أشكينت عندك أقوالي أهل علم هن يعني هل لكونوا بلام زور كمن زور دق من العلماء ألين بمني دابزيني مني ببيت جماع روجو ناشكت. أما زوريني أهل علم وجمهور علماء ومذاهب أربعة ألين بإنزالي مني روجو أشكت الإنزال وهو خروج المني عن مباشرة يعني بسبب مباشرة بلا جماع نعود يعني جماع منزاني خدمة بلان بسبب مباشرة دزبازي ولا قل آفرتها أجر إنزالي مني رويدا نك مذي أو كاتر رجوع أشكيت محرما يعني دابزاندني مني أجر بطريقي حرام به وكوي كسك بدستي خوي مني خوي دابزيني محرما كإخراجه بيده
أو غير محرمين ديان أجر بطريق حرام جنبه كإخراجه بيد زوجته بدستي خزانة كي بانمونا لكاتي دزبازية من يبو دا بزينة أو يان بدستي شيء أو جاريته يان بدستي أو كنيزكي كهيتي أو جاريته كابو وتيشي عن مباشرة بسبب المباشرة ليروا شنشتي قصنا دروا وتيشي واحترز يعني اتقى يعني خوي بارس لشي لشنشتي بمباشرة عن خروج المني باحتلام والمكسك بروجو خوتو احتلام به مني دا بزي لخ يعني لخوكي دا نك خون ابيني بدا بزيني منيوا أنا كسي خوا بيني كاتيك راست بيته والله سيسيلة كمنينية هو هر خوا هر خونا نا كهستي منيل بيني أوش هر رجوناش كنه بوه باحتلام عن خروج المني باحتلام فلا إفطار به جزما يعني أو مني كدا بزيلة خون دا رجوناش كنت چنشتي كتريش هم جزما نعم بيكن بجزما تنشتيكي تريش هن هر حكميا همان حكمة يعني بنظر وكذا بالنظر والفكري بون ما كسيواهي دا الغيق ليه دا مني دا عبزيد تماشاي عفرتيك بابي ويدستي بيو بداد يعني طبعا عفرتيك يعني هر همان حكمه عفرتك دس ببيعك ده مني دعوزه او اوتمن روجي بيش كه مباشره اما اگر عفرتك تماشي بيعك كات مني دعوزه يعني بعكس بيعك تماشي عفرتك كات مني دعوزه يعني بفكر كدنوا وكذا بالنظر والفكر ليره مباشري بس كدوا طبعا مباشره قبله شغلته وما شكدني شغلته اربع مباشرة حسابا وكذا بالنظر والفكر عندك العلماء مذهب ألين أجر كسيك أم تماشا كردنو فكر كردنوي كرد بعادات دائما نظري تماشا كردو مني دعابزي ألين أوان رجوكي إشكيت يعني كردي بعادات عقوبة رجوكي إشكيت أما نيكد بعادات بوننا رجوكي ناشكيت يعني كسيك بوننا بروجو دائما بيري اكل دواء مني داء بزي ارم اقر عدد بروجوكي اشكت استا بوي زيادة لسر خالي ششم انزال قسبكين انزال طبعا وطمان جماع نية داء بزاندني مني يعني ام داء بزاندني مني بيوتر استمناء استمناء لسر وزن استفعال يعني طلب نزول المني استبوبا خوين هيني يابون منا او انا اوتريت استمناء يعني انقصت عمدنت يعني كسك بس انقصت اي مني قيدا بزينه بو استمناء يعني طلب نزول المني جاء استمناء جاب هاتشيك به بدس بيودان ب بمباشرة بلقل آفرتا ب لسر بوشاكو ب بروتي ب يعني أجر نيتي استمناء هبو نيتي دا بزندني مني هبو لما ذهب دا مطلقا رجو أشكينه مباشرة ب لسر جلو ب ببيت جل ب بأنقصت بها حتى نظريشة نظرش بأنقص بيه مني خوي دا بزينة بفكر بيه مني خوي دا بزينة يعني استمناء معناه كي رونا يعني طلب نزول المني عمدا أما لما ذهب دا مطلقا حش هم شو شوازي كي هيا هم ويروجوش كينا وحاصل الإنزال أنه إن كان بالاستمناء أي باستمناء تنهى بدست ما بست ما نية نا يعني ما بست الدابزيني مني بيك بروجو بي بهر شيء وشيء وازيك بي لما ذبدا روجوك أشكيني
إن كان بالاستمناء أي بطلب خروج المني سواء كان بيده أو بيد زوجته أو بغيرها أو بحائل أو لا بسجله به ببوشاكه به بروتي به يفطر مطلقا لما ذهبت مطلقا إيش كانت بلان أقروانه وأما إذا كان الإنزال باللمس يعني كسك دس لا نايوه مني دابسه بس دس بازيشك باللمس من غير طلب الاستمناء نايوه مني دابسه أو كاتبه بدو بشو أقر دس بازيك بي لقلشتانيك دا كطبيعتي إنساني نورمال حزي بوشه وتانية وكويك لقل آفرتا دس بازي بكاد جاوازا لويك بون من احترام ورزمة كسيك لقل حيوانيك دس بازيك يا أتشين لقل كوريكا كوريك شلوسكي من دال دس بازيك فرقين لقل أبو كدوا يعني لما ذهب دا ألينشي وأما إذا كان الإنزال باللمس من غير طلب الاستمناء فتارة يكون مما يشتهيه الطبائع السليمة أو لا يعني سروشتي كسيك نورمالي طبيعي سروش طبيعي جوازا لويك كسيك تشير لقل كساني كتركا سروشتي إنسان يعني احترام مرزمة يهندي كسيا أتشير با تشناشتي صناعي استشندين شتي صناعي فرجي صناعي ذكري صناعي نازم لقل كومل يشتي زور أوشتانا أكاد لما ذهب دابويا أم بسيارانة روتان تيكن خلقي شي زور حتى أم برالاي وأم درقا كدنوب وفسادة كراواته حتى ببي يوريش فقهي وتطورك لقل بوني أحداث دا فقهي ملا بتطورك بزياد كاتي خوي كي چندين شتي صناعي هب وفرجي صناعي وذكري صناعي وفلان وفسار چندين شتي طبيعتي إنسان أشتانا هر قبول الله بلان بهر حال كدرس كداوة أم تقسيمات لما ذهب دا بيزانا سودها وأما إذا كان الإنزال باللمس من غير طلب استمناء يعني هيش ما بست أو نيه كاستمناء كي مني دابزه أنجا بيبا دوبشو أو هي كوا طبعي سليم طبعي إنساني سليم أي خوازي شتيكا أو هي كوا طبعي إنساني سليم ناي خوازي سلاة وكو كالأمرض الجميل والعضو المنقطع يعني أوشتا بلاستيك يعني كباسم كده فلا يفطر بالإنزال مطلقا سواء كان بشهوة يعني لذة أو لا بحائل أو لا يعني أجر شتانيك بي نك أوي كإنسان أي خوازي بون منا هندك دزبازي كوري لقل كوري شتلا بون منا يا لقل هندشتا كباسم كده كعادة نية إنسان منيبة ودابزينة أو أجر ما بستي دابزاندني منيبة أشكي شوكا لما ذهب دا نيتي دابزاندني مني مطلقا بحر شي وشوازي بي وشوكا أشكينة أما بستن ها دزبازي بي نخير مادام آفرد نية يعني آفرد مادام برانبركي بياو نية روجوي بي ناشكيت جا اگر بشه و بلذبت یان دسی بر دسی کوه با پوشاک و به یان بروتی بد اما اگر لگل اوشتانه بو که انسان شهوتی بر های برانبری و کپیاو بو آفرد آفرد بو پیاو و اذا کان الانزال بلمس بلمسی ما یشتها طبعا او کات سیرکین فتارة يكون محرما وتارة يكون غير محرم فإن كان محرما وكان بشهوة أقول كانت الدوبش أقر محرم به حرام به جاية أقر محرم نبي حرام نبي جاية وكان بشهوة وبدون حائل أفطر يعني أقر محرم به فإن كان محرما وكان بشهوة يعني أقر حرام به أشتا وبشهوة وبلذة وبه وببيع فرو قماش وبوشاك وبرق وهمشتك أوانا وبدون حائل أفطرا وإلا فلا طالما قرنا بسر بوشاك وبي وبشهود نبي
ومحرم يشبه رجون أشكنه. وأما إن كان غير محرم كزوجته أجر أو كسيكا دسبازي لقلا أكي خزاني خود به حلالي خود به أو كات. وأما إذا كان غير محرم حتى لسر بوشاكي شوبه. وأما إن كان غير محرم كزوجته فيفتر الإنزال بلمسه مطلقا بلمسه مطلقا بشهوة عفوا وثمان زوجته نبي بلين أبي حائل غير حائل جاكينوا عند يقول ذا. وأما إذا كان قشتنا أو برقي وثمان. وأما إذا كان أجر قشتنا غير محرم وعي قشتنا غير محرم أجر حرام نبو واتا خزاني خويبو أو كاتا فيفطر الإنزال بلمسه مطلقا بشهوة أولى. طبعا أجر بشهوة بيان بشهوة نبي بلام بشرط عدم الحائل يعني شي يعني بروتي. أما أجر حائل بو. أما إذا كان بحائل فلا يفطر به مطلقا يعني أجل سرب وشاك وبي بلذته وبي يا بتشجع وبي يا هل بريك كوتين يقبي بلان بمرج نيتي استمناء هر نبي واضحة. لما بيتشن جاي دواري كان وجيل يبقر نوا تعم تقسيمات أنا في ربنا مذهب تفاصيلي مذهب بمشي وازي والله تعالى أعلم. والسابع إلى آخر العشرة حوتم تاديم شنشتيكن الحيض والنفاس والجنون والردة يعني حوت وهشت نودة أم تشعر أما نشك رجوبة طالك نوى الحيض. طبعا حيض يعني خويني سوري مانغانا بلام أجر يقينا كسكب زاني حيضة بلام أجرني زاني حيضة روجوكي دروستا تواني لقل شكيشا يا لقل حيرة بابلين باشترا لقل اوية كنازاني حيضة يا حيضنية اتواني روجو بقري بلا مقل زاني او حيضة روجوكي دروزنية باطلة اما حيض. والنفاس خيني زيسانيو من دالبون. والجنون جنون يعني شيدبون وهروها كسي كشكا ببوريتوا وكسيكش سكران ب طبعا بولانوي باني تا اواره كسيواي لا حادثي سياره روجه كامل دو روش يان مانگ يان چن مانگ يان زياتر اغيله خونيا هو روجو كي باطل به بروجو بروجو كي باطل به يان كسيك سكران بلا درجاي فجر تا غروب دا بنيتي صومي شي بو به باطل به فلان اگر هندگ لا روزه کدا کمیش بیت هندگ با آگاهه با او باقی کشی سکران به یان ور مکسی وای پیش فجر شتی خوردو نیتی شی بو دوای تا ساعت یک سکران دو ساعت سه ساعت سکران دوای بری ادا او باقی کی بروجو یعنی روزه کی درسته یعنی مادم همو روزه کی چینیا سکران نیا کابوم. الإغماء والسكر وكو جنون الشتيواية أجر كامل بو أجر هندي شبو للروجكيا أو روجكي درستا بلام خوانية كسيك أجر بونون زور ماندوا يان روجكار زور كرتا يان لهندي ولاتة لوانية شن ساعاتك بس نهار بي خويليك وتوا لفجروا لبيش فجروا خويليك وتوا راستيك نوا مغربة بها مود رجاء روجوكا خوتو آية فقيه واي كدبه بيك الناس هم بوشي بارحال يعني خو جوازة حكمي شيتينية وحكمي سكرو إغمائي شينية بها مود روجوكا بخوه وهروها والردة. فمتى طرأ شيء منها لسأل أو منها ابن سأل أربعة
هر يكي كان أمشتاني تيارو بدات يعني حيض ونفاس وجنون وردة أمانة أمتشارة لكاتي رجوع عفرت حيضي هبه بوهات ولو أجدشن دقيقة به ولو دقيقة كيجبت يعني بعدم يعني يشتى الرج معه حيضي بوهات نفاسي بوهات رجوقي بطالبته باشا يان شد بو يان كافر بيوا رجوقي بطال بيته من طرأ شيء وما فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله باشا ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء أملكات الرجل قلتنا شنشتيك مستحب السنة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.